حلقة اليوم هي الحلقة الثالثة في مسابقة أوائل الطلبة كما سمعتم للثالث الإعدادي بمنطقة العاصمة، وهي بين فريقي مدرسة جابر بن زيد، وقد فاز هذا الفريق في الحلقة السابقة حيث تغلب على فريق مدرسة حفص بن راشد الإعدادية. ما معنى خشية إملاق؟ خوف الفقر والعار. صح، الإجابة سليمة. ما معنى خطأ؟ إثما وذنبا. صح، الإجابة سليمة.